أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في حلقة جديدة. وتميت كم ساعة أشتغل على التشانل هذا، كلفني ملايين وايد جهد. لأن أطلع روحي الصراحة. أنزل الحين لبا أسويها، بودي بترول هناك الصراحة. بخبركم الحين إيش السالفة كامل، بس خلونا أول شيء ودي الشارع. نبى شارع شيء مختصر، لأن هذا المكان صرفت عليه صرف مش طبيعي. إنزين الحين اللي أنا أبى أسويه، أبى أسوي دبل فايدة مثل ما تقولون. دبل فايدة كيف؟ يمرون يشلون من هني مواد ويعقونه هني، والمكان هذا يستفيد منه. فأول شيء أبى أسويه، أبى يهني والنقطة رقم واحد. شو أسوي؟ أخلي من هذا المكان ما يشل أي نوع من أنواع الكرود أويل، لود ولا أنلود، من هذا الخط. زين الخط الثاني اللي هو وين صار هذا هني، ما بخلى نفس ما هو طف برايا. أبا من هني الخط رقم ثلاثة بس، طبعا منتجات بتر ما في منتجات ثانية يعني، فأبا بس يشل، ما يشل كرود، يبا يشل أويل بس، يسوي لود حلو وما يسوي شيء ثاني، وما با يشل كرود اويل، ما با يشل اي شيء، اي شيء ما با يشل. هني ابا يسوي بعد انلود اللي هو انه يحطي اويل بس ما يسوي لود. فبالطريقة هاي اقدر اخليه يطلع اضعاف الفايدة اللي انا اصلا قاعد اطلعها، لانه حرام قاعد على الفاضي يشتغل الصراحة. انا اول شيء نشل الاويل من هني، ما بيكون احسن شارع في العالم بس اوكي في مجال توسعة. وبنحطي وهني واحد بنسميه من هني لين هني، هذا بيكون خليل، خليل كرود اويل. اوكي اويل ما بنشل خلاص من هني، بيحطيه على المينا هو بروحه مشكلته. بس اسوي له مكان سيارات ولا انا بنتجر سيارات من هني. زين بيصير ايش الاويل، بيجيب الاويل اللي هني، السيارات بتجيب اويل. مثلا بنحطي 15 سيارة حاليا، اوكي خليها تجيب اويل اول كارغو، نبى شيء متخصص ما نبى اول كارغو 15. زين بنعقهم كلهم على خليل كرود اويل اللي هو هذا. خلاص الحين هذا شغلهم، يبون كرود اويل حق المصنع هذا، والمصنع هذا ينتج ويشحن على هني ويرجعون يشلونه من هني بنفس الوقت يستفيدون. فبيكون هذا دبل فايدة. والحين سفني بتمر من هني، بس كان مشروع وايد مكلف، مكلف بشكل يعني صيح الصراحة يعني. بس أبى أسوي شارع ثاني اللي هدمته، لأن هدمت وايد وحطيت وايد وسويت وايد، وخذ ساعات بس مجرد أني أسوي القناة هذه ولا المكان. والجسر ترى على فكرة وايد مكلف أن نسويه أساس يمر فيه منه سفينة. أيوة مثلا شوفوا مكلف، شوفها بس عشان تمر سفينة تحته. بس بتأكد أني ما خربت النافيجيتبل ووتر. أوكي الحين زين، الحين بيمر زين. الحين استوى عندي جسرين أساس أن السيارات ترجع محلها. شوفوا مرة ثانية، لأن قبل كلهم يستعملون الجسر هذا، وايد كلفني الجسر مكلف، كل شيء يعني متخصص في الأنفاق ولا أي شيء عدل فيه الأرض وايد مكلف بشكل فظيع. بس للحين ما يرجعون من هذا الطريق، يعني يرجعون من آخر الدنيا بس ما يرجعون هني. السر يمكن أنه مش وسيع بما فيه الكفاية، بس بالتكلفة اللي استوت عليه أنا أعتقد أن ما أقدر أسوي شيء ثاني خلاص. بالنسبة لي خلينا نشوف اللاين، هاللاين كلر مش واضح وصف وبعي بني، خلنا نسويه شيء يبين أزرق، هذا يبين. أوكي شوفوا، فيرجع من هناك مرة ثانية للدرب الطويل. بس أوكي، بس أوكي ليش؟ لأن الحين هذا من يحصل شوي أويل وينتج، هذا مشبوك فيه على طول. شوفوا الأويل كله بيهني الانتاج، هذا بيبدأ ينتج والشيبمنت بيشله هذا، ففي احتمال أن يسوي فلوس زيادة لو هذا اختصار وايد في الوقت ترى على فكرة. وبعدين هذا ما قاعد ينتج ما فيه الكفاية ولا فل انتاج شغال مسكين.
وايد شغال. بس حلو انه يحصل انتاج زياده، وايد حلو، اكثر من حلو. الحين هذا بيبدا ينتج اظني، بس يوصل برودكشن 20 بيبدا يحط الشيبمنت، هذا المفروض يبدا يحط في الشيبنج ان شاء الله. عاد ما يستهبل علي عقب التكلفه هاي كلها، ينكبني في شيء ما فينا ننكب الحين، ما يسوي شيبمنت، ما يكون عليه طلب من هناك، لان هناك اذا ما سوى له طلب هذا ما بينتج المعلومه. فهذا السبب اني انا خليته هني، هذا يسوي الخط، شوفوا اللي هو هذا 3 يسوون فيه لود، شو لود مش لود، لود اويل هني، اني ابا يطلب اويل من المكان هذا، اوكي ابا يطلب اويل من هني، لان اذا طلب اويل منه هذا معناه بيبدا الشحن. وهذا مره ثانيه على الخط نفسه رقم 1، ما نبى لود، لا نبى صح صح نبى انلود، بس نبى لود هناك يعني يحمله هناك وينزل هني اويل. ان شاء الله عاد يطلب منه اويل، ان شاء الله يطلب منه. يا جماعه ترى موضوع استوى شوي فيه قص راضي ودنيا، وقامت تستوي سيتي سكاي لاين هاي شوي شوي، بس بحد ذات المشروع هذا احس بيكون ناجح، مجرد ان هاي اللي بروحهم يطلعون فايده اصلا الحين على الاغلب، اللي هم خليل، وين خليل؟ خليل كرودويل، خليل كرودويل، اوكي قاعد يطلعون فايده كلهم. بس الباقي هالمحطه طلع سعرها لان كلفتني ملايين. ايوه بدا شيبمنت، نايس، معناه بيشحن هني، نايس معناه بيبدا شيبنج. ها حلو، هذا معناه بيمر، ولا السفينه بتمر مرة ثانية على الدرب، بتوقف في مكان، بتشحن بترول، نطلع دبل فايدة. بس مشروع مش ضخم، مشروع كان أكثر من ضخم. وطبعا باقي الأمور عدلناها، سويت شوي تعديل حق بعض مخططات، هني كان عندي مشاكل، كانت الزحمة توقف، فاللي حصل أني غيرت شوي تصاميم هني. مدينة أحمد ما شاء الله يعني قاعد تكبر بشكل فظيع ترى، والمواصلات يمكن ما تكفي حتى الحين قريب، يمكن هذا يحتاج تغيير لانه يمشي وبعده في ناس وراه، يمكن نبدله بواحد اسرع، بس يمكن نبدله بشيء يعني. بس تشوفوا المدينه قاعد تكبر، يعني وايد قاعد تكبر، شوي شوي بيطلع فيها عماير، وما استوى عندها طلبات ثانيه الحين المدينه. بس اللي صار، صار عندنا نحن هني اظن هاي الكهرباء، لا ممكن نسوي ابجريد حقه حق المدينة من ناحية مواصلات، بس ما تحتاج الحين مواصلات، أحس إذا أنا أسوي لها مواصلات بيكون على الفاضي. فالحين اللي أبى أسوي، أبى أنتج بعد إنتاج غير فيصل أباد، هذا بخلي فيصل أباد ما عليه، أبى أنتج هني أويل، ومرة أعطيهم الأويل نفس ما قلت لكم. أنا آخر مرة بسوينا الخطة مالنا، بس إذا كنت بتملون إذا أنا سويتها الصراحة دايرك، لأن هني إنتاج كل شيء وايد سهل، شوفوا كل شيء انتاجه وايد سهل على خط واحد. بنسوي بالطريقة هاي زين، وبنسوي انلود تراكس داخل، بس كل شيء عند بعض وكل شيء يبا موجود هني. هاي مدينة بتكون ضخمة، هاي بعد في احتمال طيارة، يمكن طيارة تكون. بس اول شيء خلنا نسوي التولز، اوكي خلنا نسوي تولز بيلدينج، هذا تولز، هذا بلانك بيروح للتولز، هذا الخط الاول وبيروح لين هني، اوكي بيمشي لين هني، هاي ثلاث خطوط. خلنا نسوي محطة انتاج سيارات، بس بيكون هني، خلنا بعدها شوي. انزين معناه بيكون عندي هني فيصل وود، انزين نسوي فيصل وود اول شيء، فيصل وود هني، من هني لين هني، حلو. خلنا نحطي له 5 سيارات، ما اظني هذا المكان يحتاج اكثر، بنحط فيه هذا لان هذا يشل اكثر الصراحة. 1 2 3 4 5، هذا بيروح فيصل وود، زين. هاز نو ستوبس، وات دو يو مين نو ستوبس، حطيت انا مرة ثانية شيء غلط، شو
فيصل صوت، فيصل هولت، فيصل لان هات نو ستوبس. ده الصبر، خلنا نبيع هاي. هذا مش بيع، سوري، هذا بيع. خلي اسوي واحد من ثلاثة، خمس. لان هاز نو ستوبس، هذا غريب، يروح من اول يروح للثاني، وهذا موصول في الشارع. في شيء غلط يعني ولا كيف؟ صبر، فيصل فيصل. اوكي، اي ثينك اي ميد ا ميستيك. خلنا نمسح، خلنا نحط هذا هنا، نحط هذا هنا. اتوقع الحين بيحطيهم المفروض. والذهل خل بهدمهم. هي اعرف هذا ما ينفع، طريق هاي غير صحي. من وود الى وود الى بلانكس. زين، فيصل ساوث. زين، بنسوي بالعكس. اوكي، بنسوي بالعكس. ستوبس من اي ناحية؟ لان قاعد العبها واول مرة يطلع لي هالخطأ هذا، قاعد العبها صار لي سنة. فخلنا نسوي لاين جديد. هذا نيو لاين، واحد اثنين. في مشكلة في الشارع. بس يوم اي احطيه على اللاين يقول لي هاز نو ستوبس. اوكي، ذس از ا بيج ايشو. هذا راح الخط الاول، لاين 1. فيصل وود الثاني بنمسحه، وبسوي فيصل بلانكس. فيصل بلانكس معناه هذا، معناه بعد خمس سيارات. اوكي، نحل الموضوع وبنحطي من بلانكس تولز للمدينة. المدينة شو يبون؟ يبون شوي تول، ما يبون وايد، بس على اساس تكون المدينة مرتبة شوي. خلنا على اساس يرجع بحركة دائرية احسن. زين، وبنسوي هذا هني لان الحين بنشتغل على طول، على طول بنشتغل فيه. زين، والحين نبقى خمسة، لا مش خمسة، أول شي خلنا نسوي اللاين هني لين هني. فيصل تولز، أوكي، فيصل تولز معناه راح يحتاج منه خمس سيارات.
بنحطيهم على فيصل تولز. اوكي ما عندنا مشكله. على فكره في خطه حلوه ان انا اسوي بالعكس، بس 5-5 ما بيسوي مشاكل، المسافه قريبه ما راح اعبيه سيارات اكثر بصراحه. ممكن اسوي على فكره شارع داخلي بس بين محطات التوصيله بس للشاحنات، في طريقه حلوه لكن بتاخذ وقت الابد يعني. زين هذا معناه نحن تخلصنا من هذا التولز، ولا بالاحرى انشأنا التولز مش تخلصنا. الحين بننشئ لاين البترول، واللي وايد سهل ان كل شيء عند بعضه هنا. زين بيلدينجز زين بيلدينجز هنا وكارغو هنا وبس انلود. لا 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 لا, لا. محتاجين نحول الكرود اويل اول. ايش نسيت. زين هذا كرود اويل بنحط 10 سيارات مقابل 5 سيارات مو مشكله. زين هذا فيصل اويل كرود، فيصل كرود. زين هذا لين هني فيصل اويل. وبنحط خط ثالث الحين اللي هو حق التنزيل منو يبى اويل هني بيوصل للكل. هذا بيوصل للكل حلو. بنحط خط من هني لين هني فيصل فيول. اوكي هذا معناه بالحين بنبدا ننتج سيارات. اول شيء قلنا 10 سيارات حق منو؟ حق صديقنا هذا فيصل كرود اويل. حلو فيصل كرود 10 سيارات وخمس سيارات حق الاويل وخمس سيارات شوي مستعيلة احطيهم بس مو مشكلة فيصل فيول. اوكي استوى كل خطة الحين فيهم شغال على الشوارع هاي. بس بشوف اذا بختصر له هذا المسكين بدل ما ياخذون الطريق من هني لين اخر الدنيا نوسع الشوارع هني شوي. زين واطلع من الشوارع هاي الخط سيدي لوين؟ لين فيصل كرود. هل راح يستعملون الشارع هذا؟ اي نعم راح يستعملونه لان عندنا وايد شوارع هني. فحلو ان نسوي شارع اوسع شوي على اساس ان في وايد زحمة على الشارع هني. ما اعرف اذا اقدر اوسعه، ما اظني خليت مكان، بس خلنا نشوف اذا نقدر نوسعه. هذا بعد وايد زين، افضل بكثير من الثاني. ونسوي شارع اساسي هنا على اساس هالشارع يتحمل الضغط. شوفوا هذا بعد يباله شوي دي. زين هذا معناه الشارع الحين بيتحمل ضغط السيارات الكثيره اللي جايه، ومش منطقي ابدا اني اسوي وايد اكثر. خلنا نوسع هاي شويه ارجو. المشاكل اللي تجي يوم نتوسع بزيادة بلاها اللعبة تعلق اليوم. بس ابى اسوي شارع ثاني من هذا. كيف يدخلون يطلعون؟ سؤال. اول شيء يطلعون بالعكس هاي، كيف يجون هني؟ يجون بالعكس صح؟ فنقدر نوسع هذا. برايكم الخطة زين كارغو. خلنا نوسع كولوجن شو. الشارع نفسه. اوكي ويت ويت، اذا السالفة بالطريقة هاي خلنا نوقف اللعبة شوي. يبغالنا مرات نسوي قرارات قاسية. انا قلت ما بوسعهم في البداية لكن اوكي
بعدهم شغالين عدل شغالين عدل. لوجن راح تصادم مالهم راح زين. ابى اسوي زين دخله ثانيه من هني على شارع عادي. لحظه اول شيء شغالين عادي شغالين عادي خلنا نشغل اللعبه زين. ابى اسوي شارع من هني لين هني واسوي تعديل على هذا زين من هني لين هني واحط شارع خروج. اوكي بشوف هل بيستعملون هالطريق ولا ما بيستعملونه. بيكون تجربه وايد حلوه ان نحن نسويها زين. خلنا نشوف. نعم راح يستعملونه بس المكان هاي يفضل يكون بالعكس مكان يكون مجروب. بس بما ان هاي البس يشيلون خشب ما اظن راح يتصدمون كثير فما راح اسوي وايد قضيه من الموضوع يعني احس عادي يعني. ارم ادخلهم من هني يمكن بس مفروض ما يسوون مشكله وايد. بس وين فيصل وود نبى اكثر نبى دبل وود حق التولز وربع انزين. الحين التوزيع بدا يشتغل ترى يعني بدت المدينه تحصل اللي نبى. انا شو قاعد اختصر في الوقت وايد لان عندي فلوس وايد. لحظه خلنا ندفع كل القروض اللي علينا دام اننا نقدر. شو رايكم خلاص نقدر ندفع كل القروض اللي علينا. ليش نحتفظ في القروض نحن قاعدين ندخل ملايين؟ ليش علي 20 مليون؟ خلي اليوم يمكن نحتاجه يعني بدل ما اخلي بالطريقه هاي. انزين الحين ابى اسوي مواصلات داخليه. الاهم شيء من اهم الشغلات المواصلات الداخليه اصلا. فبسوي ترام نفس باقي المدن ترام. فبحطي مش هذا ما بحط قطار هنا هني بحطي طياره للعاصمه. العاصمه بيكون فيها كل شيء ترى. الحين عندنا مثل السفن كلهم يدخلون فلوس. شوفوا الكرود قاعد يدخل فلوس حلو اللي هو هذا قاعد يشيل الاويل الحين يعني هذا قاعد انتاجه. خلينا نشوفه وين صار هني معناه في انتاجيه هني صح بس ما قاعد يحصل اظني كفايه. فصبر شويه خلينا نسوي هني خليل كرود اويل اللي هو هذا الخط. شوفوا لونه بنسوي كذي بننسخ هذا بندبل الانتاج ما عندنا مشكله عندنا فلوس بندبل الانتاج. الحين بننشئ مواصلات في مدينه فيصل هني لان ما بارسله ببحري غير عملي ابدا. هني يمكن بحري بعد اوصله في مرحله من المراحل لان في طريق مباشر. بس بالنسبه للمدينه الحين ناشئه عندها كل شيء تبى مواصلات. المواصلات راح توفر علينا وايد امور. زين خلينا اول شيء نسوي طريق 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 طريق. خلينا نسوي محطه الباصات الاساسيه فرضا اني بحط المطار وين مطار كانت كم يفتح بعدها صح. خلنا نمشي اللعبه زين خلنا نمشي اللعبه وبنحط مواصلات. مو مشكله بحط محطه ثانيه في حال سوينا وين ما بنفر. بس اتصور المطار هنا بيكون. فبحط المحطة الأساسية خلوني أفكر. بحط المحطة الأساسية هنا أوكي وبنحط وقفات بعد ما نسوي أبغريد. لا تنسون الأبغريد ياب فينا العيد آخر مرة بنسويها بالطريقة هاي. مفروض توصل المدينة كامل. مفروض هذا الشارع يكفي المدينة كامل الصراحة. زين اني كبرت هالشارع ما اقدر اكبر الباقي. خلنا نهدم هذا. هذا جديد بعد ما وصلنا او شيء. هذا وايد بيفرق معي انا بالحسبة. خلنا نشوف نباب جريدات ثانية هنا مكان ما هنا وايد زين. في مكان ثاني يباله ترام لاين لا. اوكي الحين بنحط المواصلات هاي هنا
نعطي مسافة شوي. والحين بنحط الوقفات بطريقة يوصل للكل. هذا بيوصل للكل وايد حلو. هذا بيوصل للكل. هذا بيوصل للكل. أعطي واحد هنا عسى يوصل للباقي. إنزين. هذا بيكون اللي هو فيصل ترام. لحظة ما سويت بقريد حق شيء أنا. لازم هذا نبدأ بقريد ونصدق عليه أساس إن هذا يستوي حق ترام أساسا. إنزين. بسويه الحين بحطي بيلدينج. عندي بيلدينج. لا ترام غير. ترام بيلدينج ماله غير. طبعا هم بنستعمله وايد. الحين بنسوي لاين اللي هو هذا اد ستوبس 1 2 3 4 5 تغطي المدينة كامل. هاي فيصل ترام. هذا هاي مدينة يعني شبه كاملة. الحين بنحط فيه 4 ترام. 4 من هذا وايد اصلا وايد وايد ما عندهم مواصلات الكثر. هذا اكلتهم اكثر من اللازم. هذا انزين. هذا يوم بينا نحن الحين مطار نقدر نحط مطار على ترام. خلاص متطور جاهز يعني ما نحتاج ان نسوي وايد شو اسمه مثل ما تقولون شو اسمه امور وايد نتعب عليه يعني. على طول نحط ترام وخلاص. هاي ما قاموا نفس الاول يشلون لكن اظن الطلب يمكن نقص شوي. الترين هذا على طول متروس. لازم خلينا نشوف موضوعه قبل ان نخلص الحلقه. زين ليش السالفه انا ما عندي فاير ولا شو ولا ما في طلب. انزين الحين شو بسوي؟ ابغى احطي محطه تنزل سامان الفاير. ايوه هذا almost perfect. سؤال اقدر اسوي من هذا لهذا؟ طبعا لا. زين هل خلوني احطي رك ستيشن يخزن السامان هنا اقدر احطيه مو مشكله دام انه يوصل. خلاص شوفوا الاثنين موصولين. بني باللاين. بنشل هذيل من اول وجديد. بني بواحد هنا يروح لهذا المكان وخلاص. هذا بيوزع تقريبا حق كل اللي يحتاجون صح. هي ما في حد برا الحسبه. نايس نايس وايد حلو. انا وصل الشارع عشان يكون نظامي ما يقعدون يبنون يستهبلون فيه. اوكي والحين بني بهني اكيد عندنا هذا. ايوه هذا هو موجود. زين باي فيهيكلز. خمسة؟ خمسة وايد بحس. ثلاثة بس. ثلاثة وشو اسمه لاين ون؟ خلنا نغير اسمه. اوكي خليل بيول تركس. شوفوا الحين سوينا اللي هي هاي انه بتشل فيول من هني بتعطيه هناك بتوزع للي ما يحصلون فيول. انه في ناس اكيد مش محصلين مستحيل كلهم محصلين. وهذا ما راح يوصل للكل لان في ناس برا الحسبه هني. شوفوا اذا ادق هني في ناس برا الحسبه بوصل لهم انا بعد فيول. زين اني سويت الخط هذا بس لو احطي هذا الصوب الثاني احسن على اساس ما يدعمون. بس ما بنحطي وايد. عبا كله هني. شوفوا نايس معناه الطلب بيزيد. وايد جنب بعض هاي اللي يمشون كلوب. ليش؟ زين هذا في كيف الانتاج فيه الحين؟ بعد ناقصنا انتاج شو؟ يا حبيبي. نايس هذا 100 اللي بيه الحين 100. كم شال فيول هذا؟ 87. لا اوكي قاعد يشل. قاعد يشل عنا انتاج بس بعد بزيد بدبل بعد. وين خليل فيول؟ خليل اويل. خليل اويل مش كرود لا. هي خلي كرود اويل صح لين هذا على طول انتاج ادبلهم 60 وايد. لا بحطي 10 زيادة اذا ما كفروا مزيد بدل الخسائر الزايدة لان على ما يبدو هيل خلي الكرود راح يطلعوا لي فايدة حلوة اللي هو هنا.
شوفوا كلهم يطلعون فائدة. كرود أويل كل هاي ما يطلعون. ريفايند كرود هناك شكله ما في. إيه أوكي وين خليل كرود خليل كرود خليل كرود ويل. شوف كلهم يطلعون فائدة مع دليلات. إنزين هذا معناه اللي هني شو مشكلته؟ مشكلته مش هني، مشكلته في الستور، عنده ستور بس هو ما قادر ينتج الحين، ولا هذا مش قادر يحصل برودكشن كفاية. فشو بسوي؟ بني بكرود لان هني ما قادر ينتج اكثر خلاص، يعني هذا قاعد ينتج كل اللي يقدر ينتجه وردي وصل 400 انتاج، فلازم بنحطي اويل جديد. شوفوا اويل جديد بنسميه اشو كان كرود اويل 2 بنسميه النيو لاين. واحد اثنين هذا كرود اويل 2 ومن هذه بنشتري من هنا على طول 20 ما بنقص على طول 20 وخلاص. تعالوا باقي لنا شيء على الخط مليونين خلنا نسكرهم. يا سلام الحين عندي خطوط انتاج حول العالم، انا باقي لي مطارات تصدقون. المهم هذا وقت الحلقة اليوم، مشكورين على المتابعة، مشكورين دائما على وجودكم واحبكم كثير. انا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.